لتعليق حول هذا الموضوع ينضم الينا مشاهدينا عبر الهاتف من اثينا الدبلوماسي والاكاديمي العراقي الاستاذ الدكتور فاروق فتيان الراوي. اهلا بكم، او عبر سكايب عفوا، اهلا بكم دكتور فاروق. يعني بعد العقوبات الامريكيه الاخيره، اهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناه الرافدين. اهلا بكم. كيف تقرا تصريح رئيس الاركان الايراني؟ كما ذكر تقريركم أن التهديدات ليست جديدة، والتهديدات تعودنا على إيران، دائما تهدد دائما تهدد، وفي النهاية عندما تصل المرحلة إلى النهاية هي تتراجع. أعتقد أن إغلاق مضيق هرمز هو إعلان حالة حرب، وليس من السهل أن تقوم إيران بإغلاق هذا المضيق وهي تعرف مدى قوة الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما قررت أن ترد على فتح المضيق بالقوة. أمريكا قادرة ولديها القوة المتناهية، وإضافة إلى ذلك وجود دول ممكن أن تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن مضيق هرمز ليس مضيق ممر دولي، ليس من السهولة إغلاق مثل هذا الممر. نعم، برأيك هل تزج إيران بنفسها بهكذا صراع؟ لا أعتقد أنها، كما تعودنا إيران دائما تهدد ولا تنفذ تهديداتها وتهديدات عملائها في لبنان وفي سوريا، عندما كانوا يهددون في حالة تعرض أي من قواته إلى هجوم من قبل الطيران الإسرائيلي سيكون الرد مباشر. لم يحدث أي رد خلال السنوات الماضية. نفس الشيء بالنسبة إلى الوضع مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إيران هي بالأساس تواجدها وتغلغلها جاء نتيجة التواطؤ الأمريكي بعد احتلال العراق من 2003، في زمن بوش الابن وفي زمن أوباما سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لإيران أن تتمدد في هذه المنطقة. إذا ما الأوراق الموجودة بيد إيران إذا في حال ما منع مرور النفط الإيراني في مضيق هرمز؟ أنا يعني تصريحات وزير الخارجية الإيراني ومحاولة، في السابق كان يدعون أنهم هم قاوموا الاحتلال الأمريكي وشاركوا فصائل للمقاومة لمقاومة المحتل، الآن يتنصل عن ويدعي أن الولايات المتحدة الأمريكية تتهمه. إذا إيران تتراجع في حالة تعرضها إلى الضغط المباشر. إيران لا تمتلك أوراق ضاغطة قوية فيما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم وتنفذ تهديداتها بتصفير النفط الإيراني، فقط ستلجأ إلى ربما العراق البلد الوحيد القادر، وربما تركيا قادرين على أن على خرق إلى حد ما هذه العقوبات. في إطار آخر، بأي إطار يعني يوضع اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لإيران بضلوعها بقتل 600 جندي أمريكي في العراق؟ الحقيقة أنه بعض الميليشيات التابعة إلى إيران كانت تدعي أنها هي قاومت المحتل الأمريكي وقاتلت المحتلين وقامت بعمليات منهم، يعني كنا نعرف أنه مجموعة ما يسمى عصابة أهل الحق وما يسمى والتيار الصدري دائما كان يدعي أنهم قاوموا، وهؤلاء محسوبين على الخط الإيراني وتابعين إلى إيران، ربما يكون من هذا الجانب. أما قوات إيرانية بالشكل الرسمي قاومت المحتل الأمريكي، بالعكس تعاونت هي مع المحتل الأمريكي لفرض سيطرتها على العراق. إذا ما الغاية لتصدير الولايات المتحدة الأمريكية لمثل هكذا خبر على شكل عام بوسائل الإعلام؟ هو الآن الحرب الإعلامية هي قائمة، ليست وليدة اليوم. منذ استلام ترامب السلطة ولحد الآن هناك حرب دعائية وحرب إعلامية، وفي كل يوم نرى أخبار مسربة جديدة وتصعيد في الإعلام، ولكن على أرض الواقع لا زالت الميليشيات تمارس صلاحياتها وسلطاتها. وكما ذكر
الضيف ضيفكم الكريم أنه الميليشيات هي أقوى من الجيش وهي أقوى من الدولة، وهذه الميليشيات كلها تنفذ أوامر الحرس الثوري وأوامر قاسم سليماني. الاتهام الأمريكي، هل يوجد فيه أي شرعنة لأي تصرف عسكري أمريكي ضد إيران في حال لعب إيران حول ورقة مضيق هرمز؟ أمريكا لا تحتاج إلى الشرعنة، احتلت العراق بدون قرار شرعي. نعم، أمريكا تمارس، إذا أرادت أن تضرب تمارس القرصنة، سواء كانت البحرية أو القرصنة الجوية أو الاحتلال. فإذا الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت جادة فعلا، هي قررت أن تقلم أظافر إيران في المنطقة، وبالذات في المنطقة العربية، يعني في سوريا، في العراق، في اليمن، في لبنان، بالتأكيد ستلجأ إلى تصفير النفط الإيراني، وستحكم قبضتها على الميليشيات التابعة إلى إيران. نعم. من أثينا، دبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي، شكرا جزيلا لك.